إلى القوات المسلحة الباسلة كانت القوات المسلحة وستظل درع مصر الواقي التي تحظى بكل تقدير واحترام من جميع المصريين ومن جميع مؤسسات الدولة. انحازت إلى الثورة وتصدت لإدارة البلاد في ظرف دقيق شديد الحرج من عمر مصر، ثم عادت بكرامة عالية وبهمة وباختيار كامل، عادت إلى ثكناتها تقوم بدورها المقدر في حماية الثغور، ولا تزال تتعرض لتحديات عديدة في ظل مرحلة الانتقال الكبرى التي تعيشها مصرنا الغالية. نجحنا جميعاً في بناء علاقات مدنية عسكرية جديدة متوازنة تخدم التحول الديمقراطي الذي نعيشه اليوم واقعاً. أما ما يثار هنا وهناك منسوباً إلى مصادر مجهلة مجرمة في حق الوطن تسعى بالوقيعة بين مؤسساته الكبرى لغرض أقل ما يوصف به أنه رخيص حول علاقة رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة، وتسريبات مغرضة عن وجود خلاف أو انقسام. فللجميع أقول: هناك من لا يريد أن تكون علاقة الرئاسة الدولة بالقوات المسلحة صحية سواء في داخل مصر أو خارجها، ولكن تبقى الحقيقة التي تجتمع عليها جميع الإرادات النافذة هي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن مؤسسات الدولة جميعاً وعلى رأسها القوات المسلحة وباقي أجهزة الوطن السيادية تعمل بانسجام وانضباط تام تحت قيادة رئيس الدولة، كل في دوره دون انتقاص أو تغول عما هو مرسوم لها من أدوار في الدستور والقانون. احنا عايزين ليه نشغل القوات المسلحة؟ ليه؟ دور القوات المسلحة العظيم الذي قامت به أثناء الثورة، ودورها العظيم جدا خلال التاريخ والحاضر في الجاهزية والاستعداد والتدريب ورقابة أمن الوطن، ليه احنا عايزين نقعد نشغل القوات المسلحة ونتحدث عنها بطرق ملتوية هي بعيدة عنها كل البعد برجالها وقياداتها المحترمة التي تعرف مصلحة الوطن؟ ما هذا؟ هذا عبث، هذا عبث. ستبقى كما كانت بل أقوى. أنا أقول لكم، القوات المسلحة في 10 شهور فعلت ما صعب أن يحدث في 20 سنة. طبعا هذا لا يسعد البعض، طبعا فتتحرك الأصابع الخفية، سنقطع هذه الأصابع. إلى هؤلاء الشرفاء أبناء القوات المسلحة، أبنائي جميعاً، أقدم لهم كل التحية والتقدير والامتنان والامتنان من شعب مصر كله على ما قاموا به من دور في الثورة، وعلى ما يفعلونه الآن من تطوير لهذه المؤسسة العظيمة. ويبقوا أيضاً معنا عين ساهرة كمسؤولية إضافية معي، عين ساهرة على أمن الوطن أيضاً.
هم النهاردة القوات المسلحة تتحرك لتتواجد في مفصليات وأماكن مهمة في الوطن لطمأنة الناس، ليعرف الناس أن هناك رجال سيحفظون أمن الوطن إن فكر عابث أن يعبث. هذا فعل القوات المسلحة الآن، التواجد، وهذه مسؤولية إضافية تعطلها بعض الشيء عن دورها الحقيقي الآخر، لكنها هذا قدرها وقدرها وقدرنا أن تكون عين إضافية مع الشرطة والداخلية ساهرة على أمن الوطن في هذه المرحلة. إلى هؤلاء الذين يستخفون بمصر وأمنها وقياداتها ويسعون إلى توريط، محاولة توريط، مش هينجحوا طبعا، مستحيل. احنا عندنا رجالة زي الذهب في القوات المسلحة، زي الذهب. ايه محاولة توريطها لتعطلها او ارباك المشهد للنفاذ عبر الشقوق. أقول لهم عودوا إلى جحوركم، سعيكم غير مشكور. أتوعدكم بالقانون، هؤلاء العابثين، أتوعدكم بالقانون الذي لا أستطيع تجاوزه، ففيه متسع لعقابكم على ما ترتكبون في حق الوطن من جرائم. اللي بيغلط ويتكلم ببذاءة ويهين مؤسسة أو رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، القانون العسكري في القوانين متسع لعقابكم على ما ترتكبون في حق الوطن من جرائم. وأما عقاب التاريخ والأجيال، وعقاب الله سيكون أشد وأنكر.